19 صحفيا وعاملا في الإعلام استشهدوا لأجل الكلمة في قطاع غزة، والقتل طال عشرات الأهالي ثمنا لمهنة أبنائهم، والإصابات في تزايد مستمر. تعرضت لي في آخر استهداف للصحفيين، قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بمخيم النصيرات وسط القطاع، وراح على إثر هذا القصف زوجته وابنه وابنته وحفيده. هذه الدموع الإنسانية اللي شفتوها. ظل صوت وائل الدحدوح ناقلا للأخبار ولحال القطاع في عدة حروب، وارتبط ظهوره بمستجدات التطورات في غزة منذ مطلع الألفية حتى صارت عائلته هي الخبر. وكان الرد على هذه الفاجعة بمعليش، رد يتعالى على الجراح ليصبح أكبر من الألم، متجاوزا محاولة الاحتلال هزيمته في عائلته. فالاحتلال يخشى الصورة والكلمة الكاشفة لأفعاله، وهي تطال البشر والحجر والمرافق المدنية دون استثناء، حتى أن قصفه للقطاع يتكاثف كل ليلة هروبا من ضوء النهار وبعيدا عن عدسات الكاميرات، وهي تنقل للعالم ما يفعله لا أكثر. بيد أن استمراره في قصف الصحفيين وعائلاتهم في هذه الحرب يهدف إلى وضع الحقيقة في يده، يتلاعب فيها كيفما يشاء ويمثل دور الضحية في وسائل عالمية خلعت رداء الموضوعية واختارت أن تجتزئ الوقائع من زاوية واحدة وتنظر إليها بعين الاحتلال لا صاحب الأرض.